بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم وفقره جديده من فقرات برنامجكم 2 صفر اسمحوا لي في الاول ابارك لكل مسلم الامه العربيه والاسلاميه بمناسبه قرب العشر الاواخر من شهر رمضان ان شاء الله ربنا يبقى دايما خير وبركه على كل بيوتنا وكل البيوت الاسلاميه في العالم وكمان خلونا اقول يعني كل سنه وانتم طيبين لاخواتنا الاخباط بمناسبه عيد القيامه المجيد ان شاء الله دايما ايامهم كمان معانا تبقى ايام اعياد آه، تاني حاجه المهم جدا ان انا يعني اعزي اخويا وصديقي منتصر الرفاعي زميلي في البرنامج لوفاه الست والدته رحمه الله عليها ان شاء الله ربنا يتغمدها برحمته الواسعه و... وانا بالنيابه عن كل مشاهدين برنامج بنوصل لك عزاءنا منتصر بيقول لك البقاء لله وان شاء الله في الجنه آه، خلونا نبدا سريعا كده يعني اخيرا بعد اختفاء قصري وبعد اختفاء غير مبرر بيعود اسم محمد عواد من جديد يلمع داخل نادي الزمالك عواد اصبح المرشح بقوه لانه يحرس مرمى الزمالك بكره ان شاء الله في مباراه بيراميدز المهمه قوي في الدوري واحنا عارفين ان عواد جه بعد ضغوط كبيره من جماهير نادي الزمالك والسوشيال ميديا الزملكاويه على الجهاز الفني قياده كارتيرون خصوصا بعد الاخطاء الكتير اللي ارتكبها جنش الحارس الاساسي اللي, اللي طبعا كان موجود بديل لابو جبل اللي اصيب بالكورونا ربنا يشفيه طبعا لكن انا عايز اقول قبل ما نحمل جنش المسؤوليه وندبح جنش انا عايز اقول حاجه من اشرك جنش كارتيرون يعني اذا كان جنش نفسيا عمل شويه تصرفات مش مظبوطه مع ابو جبل على السوشيال ميديا فطب تعالوا نحمل بقى المسؤوليه لفوق مين اللي اشركه وهو في الحاله دي حاله ما فيهاش اتزان المدرب كارتيرون مين كارتيرون المدرب الهارب المدرب الفاشل المدرب اللي هرب من الزمالك قبل شهر من نهائي من نص من نهائي بطوله افريقيا امام النادي الاهلي وتسبب ان الزمالك يخسر بطوله كانت قريبه منه جدا من كارتيرون المدرب اللي جه وبيقول انه ضحى بفلوس كتير في التعاون السعودي اللي كان بيدربه بعد ما هرب ليه من الزمالك ضحى بفلوس علشان يرجع الزمالك ما اعرفش ودنك منين انا مش عارف استوعبها بصراحه لكن هذا الرجل زي ما ضيع بطوله افريقيا السنه اللي فاتت جه برضه في نفس التوقيت ضيع بطوله افريقيا السنه دي وخرج الزمالك من دور المجموعات على غير المعتاد بالهزيمه رايح جاي امام الترجي التونسي وماذا فعل في الدوري؟ اهو مسلسل النزيف مستمر. اه يمكن الاهلي كمان مشارك في المسلسل ومساله لعبه كراسي موسيقيه شغاله بين الاهلي والزمالك لكن احنا بندور على المتسبب اذا كارتيرون هو من اختار جنش. طيب من اختار كارتيرون في هذا التوقيت؟ يعني كارتيرون بقى جه ازاي؟ الاداره الحاليه اللي شايف انه راجل خدع نادي الزمالك وخان نادي الزمالك ومشي في ظروف صعبه جدا هي بترجع دلوقتي تجيبه علشان تقول تعالى الحق نادي الزمالك يعني هنرجع بالتسلسل هنلاقي انه نوصل لقرار تجميد مجلس اداره نادي الزمالك ورحيل المجلس السابق بقياده المستشار مرتضى منصور اعتقد كان هو المسمار الاخير في نعش مش الزمالك فريق كره القدم كل الالعاب الجماعية للاسف خسرت وودعت بطولات وكان السبب عدم الاستقرار وعدم وجود سيوله ماديه وان اللاعبين مش مركزين في الالعاب كامله كله بيفكر الموسم انتهي وبيفنش هيمشي هيجدد مش هيجدد في فلوس النادي مفيش في النادي لكن عايز اقول انه يعني اذا كنا هندور على المسؤولين فنطلع من راس الهرم لحد ما ننزل لمستوى اللاعبين اللي برضو ما عندهمش حماسه ما عندهمش ولاء كامل للزمالك بعضهم عنده طبعا الولاء ده انا هستثني بعض اللاعبين قليلين جدا يتعدوا على اصابع اليد الواحده لكن معظم لاعبي الزمالك ما عندهمش تحمل مسؤوليه ما عندهمش الحماسه اللي كانت موجوده من سنه واتنين لما كنا بنقول على الزمالك اقوى فريق في مصر وافريقيا بنفس التشكيله الموجوده الحاليه اذا هناك ايادي خفيه هي اللي اوصلت الزمالك لهذه الدرجه